بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أسجد به أشري وأشرك في أمري كي نذبحك كثيرا ونشكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى اللهم لك الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بيننا وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان
تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجين فيهما من كل فاكهة زوجان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن ياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذو تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا وجت الأرض وجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون والسابقون السابقون والسابقون السابقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا وجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس لا يصدعون ولا ينسفون لا يصدعون عنها ولا ينسفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور كأمثال لؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيل سلاما سلاما فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيل سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينصفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال لؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيل سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود
وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا قربا عترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين لا مقطوعة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبقارا لأصحاب اليمين عربا عترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الإنس العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وظل من يحمون إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا عترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الإنس العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبين لآكلون من شجر زقون لآكلوا من شجر من زقون لأكلوا من زجر من زقون فمالئوا منها البطون
فشاربون عليه من الحميم فشاربون شربة الهين فشاربون شرب الهين فشاربون شرب الهين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم الماء أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين يا الله هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلنا حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم تزرعونه من المزل أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقسم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم إنهم لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيلا من رب العالمين تنزيل من رب العالمين إنه لقرآن كريم
تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فلما إن كان من المكذبين فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم آمين اللهم صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في كتاب مبين إن أنتم إلا في ضلال كبير
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم هاو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أم أمنتم من في السماء أن يصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب عليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم
مجنون والقلم وما يسرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ولا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد عثيم مناع للخير معتد عثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم ناعمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صادقين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضكم بعضا فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن المتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المجرمون والمجرمين أفنجعل المسلمين وكالمجرمون إن المتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشية أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذبك بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبغ لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب فاصبغ لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم
فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقون بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقون بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. آمين يا الله. آمين يا الله. آمين يا الله. كما يتسي آمين يا الله. Someone saying آمين يا الله. Mr. Kaidi Ogundipe Rahim, all of you here, Amin Ya Allah. Can we share this? Let's share the special prayer for Juma. These are the ayah we need to read in the Surah to Juma. Call us Allah alayhi wa sallam. The Prophet of Allah said, whoever read Surah to Kaf, that will serve as a lightning. The Waqia will serve as a guidance. Yasin, so the four or five or six, Fatahana is also there. They are all best for the Muslim to reside on the Yawm al-Jumah. Jumah is not a special day. Jumah is a day you must bath even though you are not used to. You must brush even though you commonly do that once in a while. But on Jumah is a very special day. Then after you prayed, finish, go to your work. Almighty Allah didn't tell you to huff and stay indoor throughout the day. While you have salat, fantasy from out, then go outside to find something to eat. And your family also, to feed your family. That's what the Jumat is all about. Yeah, today is Jumat. We are reading from the morning the relevant surah that we're supposed to read on today's Jumat. What are the sunnah of the Jummah? Sunnah of the Jummah is this. You have to cut your nails from here like this. You cut your nails according to the sunnah. You shave. You shave all this. For a male, only this is the sunnah. All is a kachara, as my people call it in India. Kachara, that is a dirty things. You have to clean. Now, Almighty Allah is very neat. It won't take anything rough from you. That's just the meaning. Then, after that, we must get to the Jumat before the Imam. They used to say, Safu Sufu Fakum, Fa inna tasfiyata Sufu min tamam Salah. When we go to Jumat, listen well, Sadda, then listen to the Khutubah. That two Khutubah is a replacement of the two lost Raka in Juma. When you observe very well, we do pray four rakats in every salat. So, but in Yawm al-Juma, why it is that it is just two? It's because of the khutubah. Khutubah is the replace of those two rakat. So I will now ask you, my brother, what of you that we just listen to the hand, you won't come to attend the khutubah? Then after the imam is saying, Safu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashadal, you will now run there. Then it shows you just come and pray the two, the remaining rakat. But the reward for the two remaining, you know, Azuri is a four rakat. But in Juma we pray two. Why? Because the Prophet of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam told us that the first two we miss is a replacement of the khutubah we listen to. And khutubah is the updating of what is going on in the Muslim society. The khutubah is like a sermon. And what is the latest and prayer that Imam used to pray for us? They used to say that Ayu an nas, Allah ya amur bil adil wal ihsan. They are warning us. Let's pray before we leave. Yeah, let's meet at Instagram page Al Dan Arabi, D A N A R O B Y. Go and follow me there. We have a special prayer there today. Before Majlis Quran at night. Can you see we are so busy, but we are happy? We are busy in the cause of Allah. Then may Allah reward us, please. Allah, oh Allah, please, we still beg you, please, let me and you be a successful one.
Oh Allah, we still beg you, let me and you be a successful one. Never feel pompous of what you are doing, because no one signed it from you, Allah, that you have already got her. Oh Allah, let me and you be a successful one. Let's pray. Allahumma la tada'a lana dhanban illa ghafarta. Can we say amen? If someone is online, I want to be saying amen, and then share this program for your loved one. Share this program for the Muslim. As you share it, Qala sallallahu alayhi wa sallam said, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. The best among you is the person that learned the only Quran and teaches other. Then la yu'minu ahadukum hatta yuhibba al-akhi ma yuhibba nafsi. You are not a good believer until what you want for yourself, you want it for others. Then, if you really enjoy the recitation of Al-Hasan, Dan Arabi, Al-Ilori, Al-Markazi, Al-Adabi, Al-Zumuri, if you want to understand this, then share this and let the loved ones gain a lot. Let's spread our hand to receive reward from Allah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawa'ijid dunya wa la hajatan min hawa'ijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma arhamni bi Qur'an. Allahumma arhamni bi Qur'an. Allahumma arhamni bi Qur'an. Allahumma arhamni bi Qur'an. Waj'alhu li imaman wa nuran war rahmah. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته وانا على الليل واطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل لي الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت وراحي واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم اجعل خير أمري. اللهم اجعل خير أمري الآخرة وخير عملي خواتيمه وخير أيامي وخير أيامي ويوم ألقاك فيه. What you are saying here is that, oh Allah, let me use best of life, best of knowledge, best of handy, good handy for us at Madrasatul Quran Friday special. Amen. اللهم إني أسألك عيشة عنية ومية سوية ومردية ومردا غير مخزي ولا فاض. اللهم إني أسألك خير مسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الحياة وخير الممات وثبت وثكل معازيني. معازيني ليس بمواصين لا. اللهم إني أسألك عيشة حنية ومية سوية ومردا غير مخزع ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير مسألتي وخير الدنيا وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثكل معازيني
وحقق إيماني وارفع درجاتي هلون أبي أجا أبي من أجا هلون أبي ميجا أبي أجا أبلا سيدا أبي بقوا أجا on lo le se o on lo le gbedaga o e bo balawo kan le se olorun lo le gbedaga heja ma kirun o iwon olorun obere o heja ma gba we awe olorun obere o dada do ore ti ami iwo atemi dada do wa dada olorun obere o dana wa bi omo ya wi ti o dakun tan ti gbo taba ti so olohun olohun lo so oro ife na fo me ya ko olohun ni so o allahumma inni as'aluka khayra masalati wa khayra du'a wa khayra najati wa khayra al-'ilmi wa khayra al-'amali wa khayra ath-thawab wa khayra al-hayati wa khayra al-mamati wa sabbitni wa sakkinni ma'asi ma'asi bani atole lo be wa sakkin ma'azini wa haqqiqi imani وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر لي خطيئاتي فريجي سوا جوا دارو جاي سجايلو جاي بيولون واسالوك العلا ايه من الجنة جا ديس بيتو دانو من الجنة اللهم إني أسألوك موجبات رحمتك انت عفاني بيغاكو يكون بيانو ريولون وزائب مغفرة والسلامة انت سو يو كو نان كان فوري جي وارا مين كو لي اسمي ني بي غوغو اسا وا ايتا محمد ايتا محمد اوكو تا با ايتا با سي تا داسي وارا اسا افوجوري اسا ما اولوري بروكو تان بو لاي بيلو و كو او دابا با سي دادا اورا لي جادي نو مسلاسي او سي راه ما تا سي اومون لي الله داكو داري اسا يي جي وا اما كي وانا ما غوجو ما غوجو ما جي سي ري ما كانسو اما ما تي وان سي اما ما شيطان ني اولو با افي ما منا اولو با افي ما منا وَالْغَنِيمَةِ مِنْ كُلِّ بِرِّ وَالْ إيه رَبِّ الْعَالَمِينَ نِبِي مَشِي دَادَا نِبِي مَشِي دَادَا نِبِي مَشِي دَادَا نِبِي مَشِي الْجَنَّةَ وَالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ يَمِي أَتِيَكُو يَوْكُنَا كُلُّ رُوحٍ اللَّهُمَّ أَسْنِ عَاقِبَتَنَا مِنْ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِلْنَا مِنْ خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعلنا واجعلوا وارث منا واجعلوا ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر مهمنا ولا مبلغ علمنا علمنا ولا تقطع علينا من لا يرحمنا هذا ما قال إنساء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قالوا ما شدادا kun wa lori ma se dada lorun kun wa lori ma so dada lorun kun wa lori ma rin dada lorun kun wa lori iraye gbe lorun kun wa lori ati je kun wa lori ati mo eni oba kun ini aye n kun keke fun anu lorun fun igbega lorun dakun ma fese kanle lalai ni dariji lorun ma fese kanle lalai ni dariji lorun taba ti se kiki daise a le ranu oro sugba ma fese kanle lala ibi dariji oro ati gbogbo olugbo mi ati gbogbo olugbo mi ati gbogbo olugbo mi te ni ola ola rebi almansuru ola rebi ade ribi pe ola rebi ade gba pe ola rebi te ni ola oni sofo dana be ma ye alorin emi na oni sofo iso ola oni sofo iso ola oni sori ibu اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ما فسه قال ولا انت ني داري جي وا اسه بيبو نا ني اجادو علي غبا مورو فسه واله داري جي وورو ما في وا من توتور ولا من الا فرجت ولا دينا الا قضيت هاو تو جي غسه نو ا داكو فيري اسه وا جي وا اولو با هاو تو ني غسه لورو فيري اسه اوا تا جي غسه ما جا كو غسه اورو غسه ما ميمي كورو ني ني بي ها
Yade kudan, Oluwa ni bi ma kale o ngbese, yade gbaju window jade Olorun. Dakun, ma fi gbese si wa losun, ugbo yin te ma gbo na bo yin e lo ko nbe. Illa qadaita, Allahumma la tad'a lana illa Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la dayna illa qadaita, wa la hajata min hawal ad-dunya wal akhirah illa qadaita ya arhamar rahimin. Iwọ lọ kẹ ni ti ma kẹyan iwọ lọ kẹ ọba iwọ lọ pàṣẹ ayọ sínú ayé ẹdá o pàṣẹ ore sínú ayé rẹ pàṣẹ ore sínú ayé rẹ pàṣẹ ayọ sínú ayé rẹ pàṣẹ ìdókòwò sínú ayé rẹ pàṣẹ àgbéga sínú ayé rẹ pàṣẹ ore sínú ayé rẹ wípọ̀ ti ẹni mẹgàbáìtì wà dúà tọmọ híyà ló lọ láàárọ̀ yìí pàṣẹ ayọ sínú ayé rẹ pàṣẹ ìdùnnú sínú ayé rẹ pàṣẹ ore sínú ayé rẹ pàṣẹ anú sínú ayé rẹ àwa tá wàá bìbà dúà wà gbọdọ̀ gbà ọ. Báwa gbádùn àwa gòkè lọ wọ́n. Báwa gbádùn àwa gòkè lọ o. Báwa gbádùn àwa gòkè lọ o. Òkè tó àwọn sòwò lè tó. Òkè tó àwa jẹ́ òlítẹ. Báwa gbádùn. Ẹ jẹ́ wí dáadáa. Báwa gbádùn àwa gòkè lọ wọ́n. Yóò bọ̀ gbádùn àwa gòkè lọ. Báwa gbádùn àwa gòkè lọ. Òkè tó àwọn sòwò lè tó. Òkè tó àwa jẹ́ òlítẹ. Báwa gbádùn àwa. Yóò bọ̀ gbádùn àwa gòkè lọ. Yóò dá fún ọ o. Báwa gbádùn àwa gòkè lọ. Báwa gbádùn àwa gòkè lọ. Báwa gbádùn àwa gòkè lọ. Òkè tó àwa sòwò lè tó. Òkè tó àwa jẹ́ òlítẹ. Báwa gbádùn. Káwí dáadáa báwa gbádùn àwa gòkè lọ ooo. Báwa gbádùn àwa gòkè lọ. Báwa gbádùn àwa gòkè lọ ooo. Báwa gbádùn àwa gòkè lọ. Òkè tó àwa sòwò lè tó. Òkè tó àwa jẹ́ òlítẹ. Báwa gbádùn àwa gòkè lọ. Gbogbo ẹni tó lọ ní rí ṣe nínú ayé ó dẹni agbègbè lónìí. Gbogbo ẹni tó lọ ní rí jẹnu ayé ó dẹni òfò lónìí. Gbogbo ẹni tó lọ ní rọwọ́ ọ̀rí ó dẹni òfò lónìí. Ẹni tó lọ ní rọ́gbọ́ ayé rẹ lò ó dẹni agbákòrò ó dẹni ayé. Ọjọ́ lórí ìrẹ́ o. Ọdẹni ayé fẹ́. Ọtijọ́ lórí ìrẹ́. Ọdẹni ayé fẹ́. Ẹ̀mẹ̀ lágbájá, ọmọ lágbájá. Ọdẹni ayé fẹ́. Ó dá mo ti jọ lórí ìrẹ́ o. Ọdẹni ayé fẹ́. Mo ti jọ lórí ìrẹ́ o. Ọdẹni ayé fẹ́. Èmi dáná àwọn bí ọmọ. Ọmọ yìí ọdẹni ayé fẹ́. Ọdẹni ayé fẹ́. Ọdọ̀lọ́ iye. Mo gbọ́ ni tó lọ ní ìṣẹ̀nu ayé o ti dẹni agbẹ́ mi. Adúpẹ́ fọlọ́hún wọn. Ọ̀tá rẹ ti dẹni agbẹ́ mi. Ìwọ dẹni àgbáyé. Ọ̀tá mi ti dẹni agbẹ́ mi. Èmi dẹni àgbáyé. Ọ̀tá mi ti sọlórí ibú o. Ọ̀tá mi ti ṣàbẹ́kọ. Ọlọ́run ní a máa bẹ lọ́hún. Wípé ká Olúwa májọta wá gẹ̀ẹ́tì wa. Májọta wá gẹ̀ẹ́tì wa. Yá sórí ilé nínú ayé. Yá owó nínú ayé. Yá rígbà ti ṣe nínú ayé. Yá ọ̀nà gbígbà nínú ayé. Special Friday lélẹ́ yìí. Àdúrà yìí wá láti fi tó ti ga ni. Ọlọ́run jẹ́ àdúrà ló gbà wá. Yá àdúrà ló gbà wá. Jẹ́ kí ebi dáadáa ṣe. Bàbá gbádùn àwọn gòkè lọ. Báwa pa wọn rẹ ọlọ́run. Àwọn ọ̀sẹ̀ wọn bá kọ̀ bá kẹlẹ́rù
rẹ tòótọ́ tòótọ́ bá wa pa wá rẹ. Àwọn tó ń kàn dé mo ilé iṣẹ́ wò Adama, ilé iṣẹ́ wò Kamari, ilé àwọn tó ń jagun mímọ̀ fún wa, tó sọ wá dé olóríire nínú ayé, nínú ayé, nínú ayé. Wọ́n sọ wá dé olóríire nínú ayé, nínú ayé, wọ́n sọ wá dé oníkéwu nínú ayé.